البيزون هذه واش الكارطون هذه قولي هذه غدا الميسور ان شاء الله مدينه فاس لواحد الصديق الله يسهل عليه في اسبانيا أيه؟ تحياتي ليه دار فينا الكونفيونس وحنا حنا غنردوا ليه الجميل اللهم يسر ان شاء الله غدا تبان لكم في الليكس ان شاء الله غدا المولاها وبالصحه والراحه ولا ما لقيتيش اخويا الليكس الا ما لقيتش الليكس غدا نهبط للنجم الشمالي ان شاء الله اولا الغزاله المهم الامانه ديالو غادا توصلوا اليوم ان شاء الله اللهم يسر الله يبارك اخويا وهذه شنو هي اخويا هذه اخويا البيزون 600 واط اللهم بارك السيد دار فينا الثقه وصيفط لنا الامانه أيه. احنا حنا غنردوا ليه الجميل هانتوما أيه. الخوت باش تعرفوا هذا كارت غارونتي شركه ديال جيمبوي أيه انترناسيونال اللهم يسر تبارك الله حتى شي حاجه اخويا يوسف كنشكرك اخويا بزاف الف مرحبا الخوت حنا الخوت راه كنخدموا الو كيفيرسي كنصيفطوا ليه السلعه ما كاينش تسنى لا صيفط لينا ونعاودوا نصيفطوا ليك اولا كيجي عندنا المحل مرحبا به مرحبا اخويا المحل هو هذا كيفما كتشوفوا لا تنساو الاشتراك معنا في القناه لكي يصلكم دائما الجديد شكرا بزاف خويا محمد رضا الامانه وصلتنا البارح العشرة الليل كانت عندنا هنايا شكرا بزاف كنشكرك بزاف خويا محمد رضا يعني محل ثقه والأمانة المهم واخا ماشي ولد كازا بعيد على كازا ب 500 كيلومتر هضرت معاه في التليفون رسلت له الدراهم صيفط لي الأمانة يعني محل تاع الناس تاع الثقة والأمان يعني تا اللي يعني ما نعرفش كيفاش نوصفه خويا محمد رضا